مركزنا جديد مع عودة الأهالي على المدينة. مهمتنا مساعدة الناس، إزالة الركام، فتح الشوارع قدر مستطاع حسب إمكانيات الموجودة. ونحن إن شاء الله موجودين لخدمة الناس، يعني أرضنا وما فينا نستغني عنها، ما حد بيعمرها غير أهلها، وإن شاء الله ثابتين وصامدين وشو فينا نقدم للناس ما راح نقصر بإذن الله.